نتطرق معك الموضوع الآخر اللي هو صفاقس عاصمة الثقافة العربية 2016. رغم الظروف اللي تمر بها البلاد اليوم وتدهور الأوضاع في السياحة وخاصة تدهور الأوضاع في الاقتصاد، اليوم صفاقس مشاركة في عاصمة الثقافة العربية 2016، شنو رأيك في الموضوع هذا؟ وخاصة أنه الموضوع هذا نجم يرجع الأمل لصفاقس وللشباب اليوم بعد عثرة صفاقس 2021. أنا عثرة صفاقس 2021 ما نسميهاش هكاك، يعني احنا بون يلزمنا نكونوا واقعيين شوية. معناتها البروجي كيفاش قدمته وهران وكيفاش قدمته صفاقس، والعباد الكل تعرف شنو الامكانيات اللي ما تحطتش وشنو يعني المستوى المركزي ما كانش واقف كيما الجزائر وقفت مع وهران. ما نسميهاش عثره، انا نقول انا باب فتحناه اول مره مدينه ما هيش تونس العاصمه تقدم على تظاهره كبيره كيما الالعاب المتوسطيه. دونك هاي جايه 2025 وهاي جايه الالعاب الشاطئيه، ما هيش اشكال يعني سفايتر ان شاء الله ما هو الا ديبيو. بالنسبه لصفاقس عاصمه الثقافه العربيه، انا نعتقد اليوم انه عندنا فرصه، نتمنى انه ما نضيعوهاش من يدينا، وهذه الفرصه راهي للناس الكل. معناتها نقرا برشا على المواقع التواصل الاجتماعي اتسيتيرا، العباد مش فرحانه بالهيئه وماش فرحانه بشنو مش يصير اتسيتيرا اتسيتيرا. انا نقول مازال عندنا شويه وقت حتى الافريل، خاطر هي تبدا نورمالمون افريل 2016، وعلى ما يبدو وخروا حتى الافتتاح نتاعها ل 23 جويليه 2016. انا نتمنى انه الناس الكل ديكو يبدا ثم بروجرام واضح، تحاول كل واحد من جهتها انه توري شنو هي صفاقس بالحق. حسب رايك شنو هو دور السلطه الفعال لانجاح مثل هذه التظاهره، والوسائل اللي تنجم تمكنها للشباب هذايا باش المتعطش لمثل هذه السلطه؟ ما عادش للسلطه يا استاذه، السلطه ملك الشعب، يلزم الشعب هو يعمل. انساوها السلطه، ما عاد مش تعمل لكم حتى شيء من الاخر معناها.